يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية ودافئ على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والجو في القاهرة مائل للبرودة، في الإسكندرية 16-10 والجو فيها أيضا مائل للبرودة، في مطروح 15-11 والجو يتسم بالبرودة أيضا، في بورسعيد 19-12 والجو فيها مائل للبرودة، وفي الإسماعيلية 18-10 والجو فيها إلى حد ما مائل إلى الاعتدال. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 والجو فيها معتدل، في العريش 19-10 مائل للبرودة، في طابة 18-10 مائل للبرودة، في شرم الشيخ 23-14 معتدل، وفي الغردقة 22-13 الجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 21 درجة والصغرى 9 درجات والجو هناك معتدل، في أسوان 21-10 الجو فيها أيضا معتدل، في الوادي الجديد 20-6 والجو فيها أيضا معتدل، وفي شلاتين 27-11 الجو فيها مائل للحرارة. أما في حلايب وهي آخر ما تبقى لدينا 24-18 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.